أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار الظهيرة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. وزارة الصحة تعلن استفادة 132 مصابا من العلاج ببلازما الدم للمتعافين من كورونا. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 13 مليون حالة مؤكدة. البرلمان الليبي يفوض القوات المصرية بالتدخل حفاظا على الأمن القومي المشترك. وزير الخارجية المصري يؤكد أنه لا توافق في مفاوضات سد النهضة، ويشدد على احترام التعهد الأفريقي بعدم اتخاذ إجراءات أحادية. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة اسمنت تبوك الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي القحطاني. واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للشركة لعام 2019 الذي تضمن إنجازات وسير العمل في الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك تطوير أنشطتها ومشروعاتها الحالية. وثمن سموه مجهودات الشركة خلال الأعوام الماضية، مؤكدا سموه على أهمية استمرار الشركة في سعودة وظائفها بما يتيح فرص عمل جديدة للمواطنين في جميع إدارات الشركة الفنية والإدارية، منوها سموه بما تلقاه الشركات الوطنية بمستوياتها كافة وبجميع مراحلها من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. كما التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء طيار الركن نصر القحطاني بمناسبة تكليفه قائدا للقاعدة. وهنأ أمير منطقة تبوك اللواء القحطاني على ثقة ولاة الأمر بتكليفه قائدا لقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، متمنيا له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن. والتقى أمير منطقة تبوك خلال اللقاء الأسبوعي رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعا من المواطنين. وفي بداية اللقاء رحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، متناولا سموه في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات. وسأل سمو الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. أقر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران خطط واستراتيجيات دعم التنمية بمحافظة بدر الجنوب عقب الإعلان عنها كوجهة صيفية للمنطقة. أوضح سموه لدى ترأسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس التنمية السياحية أن التوجه نحو تنشيط الجانب السياحي والثقافي في المنطقة وإبراز تراثها على تنوع التضاريس والطقس وعلى مدى فصول السنة انطلق من رؤية المملكة 2030 التي جعلت السياحة والثقافة والتراث أحد أهم العناصر الأساسية في الرؤية. وجه الأمير جلوي بن عبد العزيز إلى دراسة إنشاء قرية ريفية سياحية بمحافظة بدر الجنوب، واطلع سموه خلال الاجتماع لإيجاز عن نتائج اجتماع المجلسين المحلي والبلدي في المحافظة والمتضمنة أبرز الاحتياجات الآنية والمستقبلية الكفيلة بدعم التنمية السياحية بها. التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعر بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم نائب رئيس الجهاز العسكري في وزارة الحرس الوطني اللواء ركن منصور العيسى، وصاحب السمو الملكي اللواء ركن نايف بن ماجد بن سعود رئيس هيئة التعليم والتدريب في وزارة الحرس الوطني والوفد المرافق لهما من ضباط وعسكريين خلال زيارتهم المنطقة. ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع، مثمنا الجهود والبرامج المباركة التي يقدمها رجال الأمن في وزارة الحرس الوطني كافة، مؤكدا أن تلك البطولات والتضحيات التي يقوم بها رجال الحرس الوطني هي محل فخر واعتزاز لجميع أبناء هذه البلاد، منوها بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الوزارة ومختلف القطاعات العسكرية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. مشروعات سياحية وتراثية تعكس عبق الماضي وأصالته. الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم يقف على سير العمل بمشروع المتنزه الشرقي وتطوير البلد القديم في محافظة البكرية. المزيد في التقرير التالي، نتابع.
لتكون متنفسا للأهالي ووجهة سياحية للزوار. أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز وقف على سير العمل في مشروع المتنزه الشرقي بمحافظة البكيرية، واطلع على المخططات الإنشائية والمرافق الترفيهية والخدمية، ودشن خلالها مبادرة زراعة وتشجير المتنزه. بسم الله وعلى بركة الله. كما وضع سمو حجر أساس مشروع تطوير البلد القديم الذي يعنى بإعادة تأهيل وترميم المواقع التراثية والمنطقة المركزية ضمن شراكة مجتمعية بين بلدية البكيرية ولجنة الأهالي. اليوم الحقيقة زرنا المنتزه الشرقي ووضع حجر الأساس له، زرنا الحقيقة وضع حجر الأساس لتطوير البلد القديم، كذلك بعض الأسر الكريمة في محافظة البكيرية. أنا سعيد كل السعادة بأنني أراهم بخير وصحة وعافية، وأنا أعتقد أن هذه أولويات لكل مسؤول بأن إن شاء الله تعالى يطمئن على الأهالي والأسر الكريمة. وتأتي هذه المشروعات السياحية والتراثية التي تعنى بالمحافظة على الإرث التاريخي ولتكون وجهة سياحية للأهالي والزوار. لأخبار السعودية، علي العطينان، محافظة البكيرية. رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة توقيع عقود دعم مشروعات نوعية وحرفية ضمن مبادرة شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية بمبلغ تجاوز 2 مليون ريال. وقع العقود الرئيس التنفيذي لشركة تراثنا المهندس ماجد الحيسوني ومديرة مشاريع الشركة منى الشهري مع عدد من رواد الأعمال في المنطقة. واستمع سموه لشرح من المهندس الحيسوني عن تلك العقود التي تهتم بنوعية المكونات البشرية والموارد الطبيعية في منطقة الباحة، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في تنوع وتنمية المشاريع الممكن تحقيقها والتي تسهم بدورها في رفع الناتج المحلي، مبينا أن هذه العقود تأتي امتدادا لخطة التنمية التي تقوم عليها شركة تراثنا في جميع مناطق المملكة. من جهة ثانية، رأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اجتماع محافظي المحافظات في المنطقة عن بعد، حيث أكد سموه على أهمية العمل بكل إخلاص وبروح الفريق الواحد لكل ما يخدم المنطقة في مختلف الجوانب التنموية، منوها بما تحظى به منطقة الباحة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة. كما حث سموه على ضرورة تلمس احتياجات الأهالي من مختلف المشروعات التنموية والرفع بها لسموه حسب الأولوية. من جانب آخر، تفقد سمو أمير منطقة الباحة عددا من المواقع السياحية بمحافظة بلجرشي، حيث استهل سمو جولته بمنتزه بلجرشي الوطني الذي يتكون من جلسات عائلية وشبابية وملاعب رياضية وألعاب أطفال ومبان خدمية وأبراج تراثية. ثم توجه سمو إلى منتزه الجمع الذي يقع على مساحة تقدر بنحو 3 ملايين متر مربع، ويجري إعداد دراسات تطويرية له في الوقت الحالي. بعد ذلك انتقل سموه إلى منتزه الشكران الذي يحتوي على مسطحات خضراء وجلسات مظللة ومصليات، بالإضافة إلى مناطق لألعاب الأطفال. ثم اطلع سموه على سد الجانبين ومحطة التقنية ومخططات لمشروع تعظيم الاستفادة من مياه السدود. وفي ختام جولته، أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود على ضرورة الاهتمام بالتشجير داخل المنتزهات وتكثيف الخدمات والتسهيلات للأهالي والزوار. ومن الباحة إلى حائل، حيث رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الحفل التكريمي الذي أقامته أمارة المنطقة لموظفيها المتقاعدين لعام 1441 للهجرة في منتزه المغواة للاحتفالات، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة.
وفي أثناء الحفل أكد الأمير عبد العزيز بن سعد أن منهج الوفاء أسسته قيادة هذه البلاد المباركة وجعلته نبراسا للجميع، والتي تبادل وفاء أبنائها بالوفاء وتقدر جهودهم وعملهم وإخلاصهم، مقدما شكره للموظفين المتقاعدين في الأمارة كافة نظير ما قدموه طيلة فترة عملهم، مشيدا بمشاركتهم الاجتماعية والوطنية الخاصة والعامة، سائلا الله لهم حياة حافلة بالسعادة بإذن الله. أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أكد على اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها من خلال تعليمهم وصحتهم وحمايتهم وتوفير متطلبات الحياة الكريمة كافة لمراحل حياتهم. جاء ذلك خلال لقاء سموه القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية. وتطرق الأمير فيصل بن خالد في حديثه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف في المجالات، كما أثنى سموه على أداء رجال الأمن بجميع قطاعاته الذين تقدموا الصفوف مع إخوانهم رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مبينا أن مثابرتهم وتعاملهم الإنساني الراقي له أثر كبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية. وبان سموه أن إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة يأتي حرصا من القيادة الحكيمة على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحي وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة. من جهة أخرى، دشن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أول نموذج لمشروع ميادين البصمة الشجرية ميدان السدر، وذلك ضمن مبادرة سموه للبصمة البيئية. وأكد سموه أن هذا المشروع يستهدف تقديم نموذج تعليمي ترفيهي بيئي واقعي للمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال زراعة الميادين في المدن بأنواع نباتات المنطقة الطبيعية، منوها بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالمحافظة على البيئة وتنميتها. من ناحية ثانية، التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية أعضاء جمعية الصحة وجمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل وجمعية إسكان، وذلك بمناسبة تشكيل مجالس الإدارة بتلك الجمعيات. وثمن سموه توجه الدولة لتنمية الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها التنموي بمختلف المجالات، داعيا إلى أهمية رفع وتيرة التنسيق بين الجمعيات للوصول لأعلى درجات الفاعلية والكفاءة والارتقاء بالعمل الأهلي في المنطقة. ونبقى كذلك في منطقة الحدود الشمالية، حيث أشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود المتميزة التي بذلها منسوب الشؤون الصحية في المنطقة لخدمة المرضى والمراجعين خلال جائحة كورونا وبأعمالهم الإنسانية أثناء أداء واجبهم. والتقى سموه عبر الاتصال المرئي عددا من منسوب الشؤون الصحية، وأشاد سموه بالأعمال التي بذلت في المنطقة من جهود لاحتواء الفيروس والحد من هذه التأثيرات، مبينا أن هذه الجهود التي بذلوها نابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه. وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى استخدام تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد، مشيرة إلى أن استخدامهما متاح مجانا بدون تكلفة للبيانات. وحرصت الهيئة على سلامة عموم المواطنين والمقيمين من خلال التأكيد على تحميل التطبيقين لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقر الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، منوهة بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام تطبيق تباعد بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كورونا. أما الآن مشاهدينا الكرام، فننتقل بحضراتكم إلى مقر وزارة الإعلام، حيث المؤتمر الدوري الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا، فإلى هناك. يبدو أن هناك خلل ما إلى أن يجهز المؤتمر. نكمل ما تبقى من النشرة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أعلنت جامعة الملك خالد عن وصول عدد المتقدمين والمتقدمات لدرجتي البكالوريوس والدبلوم في
12 ساعة الأولى من فتح البوابة أكثر من 4000 متقدم ومتقدمة. للمزيد من المعلومات حول آلية القبول في الجامعة وطريقة التقديم ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله العبيد. عبد الله أهلا وسهلا بك. عبد الله هل تسمعني؟ نعم أسمعك، أنا الآن أتواجد. نعم عبد الله، هل أبها؟ نعم عبد الله، هل لك أن تطلعنا على آلية القبول في الجامعة وما هي الأعداد المتوقع الوصول إليها من ناحية القبول؟ تفضل عبد الله. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. صحيح أنا تواجد من هنا من جامعة الملك خالد، إحدى أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية، والتي بدأت استقبال درجتي البكالوريوس وكذلك الدبلوم منذ ساعات هذا اليوم الأولى 12 البارحة، وحتى 12 هذا اليوم وصلت الأعداد إلى 4000 متقدم لهذه الجامعة. كل هذه التفاصيل التي تقدم هنا في جامعة الملك خالد هي في سبيل تقديم لب هذه العملية التعليمية للطلاب هنا في منطقة عسير، لسيما أن هذه الجامعة تمتد أذرعها إلى كل محافظات ومراكز منطقة عسير. الحديث أكثر عن هذا الموضوع أستضيف الدكتور عبد المحسن القرني وهو عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد. حياك الله دكتور، ونود أن تطلعنا على آلية القبول هنا في جامعة الملك خالد منذ انطلاقها. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، نرحب بكم في جامعة الملك خالد. موسم القبول يعد من أهم المواسم بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لجامعة الملك خالد، وجامعة الملك خالد تعتبر من الجامعات ذات الحجم الكبير في المملكة العربية السعودية ومن الجامعات التي تقبل أعداد قبول عالية جدا. هذا موسم القبول بإذن الله سيتم قبول ما يقارب 12000 طالب وطالبة في 29 كلية تحوي أكثر من 100 تخصص مختلف. جميل دكتور، يعني الجامعة يعني هذا العدد الكبير جدا هو عدد يعني غير طبيعي فعلا، والمنطقة هي منطقة كبيرة وتستحق مثل هذه الأعداد، لا سيما وأن الجامعة هي الجامعة الوحيدة هنا في منطقة عسير. دكتور، كيف كان العمل في ظل هذه الأزمة وهذه الجائحة، العمل على استقبال الطلاب والطالبات لا سيما وفي توقف يعني أو الحرص على سلامة الجميع في عدم الوصول إلى أماكن الجامعة وكذلك عدم الازدحام، كيف تعاملت الجامعة مع هذا الموضوع؟ طبعا أعداد موسم القبول عادة يكون من منتصف الفصل الدراسي الثاني، عدت الجامعة جميع الخطط، لكن مع التغيرات التي حصلت وجه معالي رئيس الجامعة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والمراجعين وأيضا منسوبي الجامعة. حرصت الجامعة على توفير البدائل أولا، أنه لا يحتاج المراجع والطالب إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل من خلال توفير مركز اتصال، خدمات استفسارات إلكترونية، واتساب الأعمال، تعمل بشكل مستمر لخدمة جميع المتقدمين ولا يحتاج إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل. كما جميل دكتور، يعني الآن نستطيع أن نقول الجامعة استطاعت أن تتكيف مع هذه الأزمة وتصنع نموذج محترف للتعامل مع القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد ومع طلابها المتقدمين إليها. أيضا اطلعنا على المنتدى أو العمل الذي قدمته العمادة القبول والتسجيل خلال الأيام الماضية في سبيل خدمة الأهالي وأولياء الأمور وكذلك الطلاب في التعريف على التخصصات الموجودة، يعني 100 تخصص ليس بالعدد القليل، كيف تعاملت العمادة القبول والتسجيل لتنبيه الناس؟ طبعا من أهم العمليات في القبول والتسجيل هي توعية الطلاب وتوعية المجتمع، لأنه اختيار الطالب في هذه المرحلة سيستمر معه لمدة 40 سنة مستقبلا. أنا أستأذنك وسنعود إن شاء الله بعد قليل بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة. شكرا لك. إذا نعود بالصوت والصورة إلى زملاء في الاستوديو إلى حين عودة إن شاء الله البث بعد المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة بإذن الله. نعم شكرا جزيلا لك زميلي عبد الله ولضيفك الكريم. والآن مشاهدينا الكرام نعود بحضراتكم إلى نقل وقائع إلى فاصل، بعده نعود لاستكمال أو للمؤتمر وزارة الصحة الدوري، فإلى هناك. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة عن استفادة 132 مصابا بفيروس كورونا من العلاج باستخدام بلازما الدم للمتعافين من كورونا. جاء ذلك ضمن دراسة بحثية يشارك بها مجموعة من الباحثين والمراكز البحثية في المملكة. وبينت وزارة الصحة أن الفريق البحثي يعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق الدراسة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتهيئة المنشآت الصحية التي ترغب المشاركة والانضمام لهذا البحث. أوضحت أن البحث ما يزال يستقطب المتبرعين المتعافين من مرض كورونا عن طريق التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي للدراسة على الإنترنت وعبر منصات التواصل الإلكترونية. وأكدت الصحة أن الدراسة لا زالت نتائجها أولية ولم تظهر في الدراسة أي مؤشرات لخطورة هذا العلاج، وأنه إجراء آمن وبإذن الله يكون مفيدا للمرضى خاصة إذا تم أخذه
في المراحل الأولى، إلا أن الأبحاث تحتاج إلى فترة للتأكد من جميع النتائج، وسيتم تقييمها ونشرها في الفترة القريبة القادمة. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنعود بحضراتكم إلى وقائع مؤتمر وزارة الصحة. إلى هناك الإجابة على مجموعة من الاستفسارات التي تم رصدها خلال 24 ساعة الماضية، كذلك هنالك مشاركة للبيانات والإحصائيات التي تعودتم أن نشاركها معكم فيما يتعلق بالحالات المرصودة محليا وكذلك الفحوصات. إضافة إلى ذلك سيكون معنا اليوم معلومات هامة جدا تتعلق بالجوانب النفسية أثناء المرور بهذه الجائحة. الوضع العالمي، لا زال العالم يرصد نشاط لهذا الفيروس، الجائحة مستمرة، تقريبا كل دول العالم وأقاليم العالم والقارات تشهد نشاطا لهذا الفيروس وتسجل الحالات المؤكدة للإصابة به. تجاوز عدد الحالات المصابة والمؤكدة بهذا الفيروس منذ بدء الجائحة وحتى الآن عالميا أكثر من 13 مليون حالة مصابة بهذا الفيروس. هذه الحالات تعافى منها أكثر من 7,200,000، فيما أن عدد حالات الوفيات تجاوزت 570,000 حالة وفاة. هذا النشاط المستمر حاليا في الجائحة وعالميا يرصد بأنه منذ بداية شهر يونيو كان مستوى الحالات 100,000 حالة تسجل يوميا تقريبا على مستوى العالم كله. بعد مرور شهر، أي منذ دخول شهر يوليو وحتى الآن، بدأت المستويات تتجاوز 200,000، أي خلال شهر تم تضاعف الأعداد التي تسجل كحالات مؤكدة للإصابة بهذا الفيروس يوميا. هذا النشاط يدل على أن الجائحة لا تزال مستمرة وأن المحاذير العالمية والعودة للحياة بحذر وبقيود واحترازات تجعل الجميع في أمان صحي مهمة جدا. قد يتداول البعض مقاطع أو رسائل من أشخاص مجهولين أو أشخاص غير مسؤولين أو مصادر غير رسمية لشيء من أن العالم يمر بمرحلة انتهاء لهذه الجائحة حاليا أو غير ذلك. كل هذه الأمور نحذر من تداولها أو الالتفات إليها، دائما نرجع إلى المصادر الرسمية فيما يخص المملكة، المصادر الرسمية والجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، أو كذلك فيما يخص العالم دوما نرجع إلى الجهات الرسمية. في المملكة العربية السعودية بحمد الله نرصد مستويات تحكم واستقرار في أعداد الحالات، كما تلاحظون الحالات الحرجة منذ أسبوع وحتى اليوم خلال آخر أسبوع هنالك استقرار، بل هنالك رصد لانخفاض في عدد حالات الحرجة بمستوى 1.5% خلال السبع أيام الأخيرة. وكذلك الحالات المؤكدة نلاحظ بأن هنالك استقرار في عدد الحالات المؤكدة التي يتم رصدها، بل هنالك شيء من الانخفاض في المنحنى. طبعا الرصد مستمر، الحذر دائم، نؤكد على الاحترازات بإذن الله بمواصلة التزامنا جميعا ومسؤوليتنا جميعا بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات التي تقينا، سيكون المجتمع في أمان صحي ونستمر بإذن الله في حالة استقرار وباتجاهات أفضل وإيجابية دائما. فيما يتعلق بالأسئلة التي تم استقبالها على هاشتاغ شارك في المؤتمر الصحفي، من التساؤلات ما صحة من يقول بأن فيروس كورونا لا يصيب مرضى السكل سيل؟ السكل سيل ديزيز، فقر الدم المنجلي، أحد الأمراض الوراثية التي تصيب الدم. هذا المرض قد يؤدي في بعض مضاعفاته لأن يكون هنالك اختلال أو اضطراب أو عدم قدرة في مستوى المناعة بالشكل الكافي، أو هنالك اضطرابات تنفسية أو نوبات تمنجل أو تأثر في القدرة التنفسية في الرئتين أو الدورة الدموية في الرئتين. فبالتالي من يصاب بالعدوى، فالمرضى بهذا المرض قد يصابون بالعدوى، قد يكون لديهم فرص مضاعفات أكثر لو كانت لديهم مضاعفات من هذا المرض أساسا. لذلك من الأفضل كون هذا المرض وراثي ومزمن تصنيف هذه الحالات ضمن الحالات الخطرة وتكون في أعلى مستويات الاحتراز لأمانها بإذن الله من اكتساب العدوى. البعض يتداول معلومة تتعلق بأن الناس يقولون بأن المعقمات خطرة جدا وتسبب تلف الجلد وتسبب أمراض أخرى كأمراض القلب، هل هذا صحيح؟ طبعا هذا غير دقيق، وهذه المعلومة مبالغ فيها جدا. الأساس أن غسل أو تنظيف اليدين مهم جدا في هذه المرحلة من الجائحة، ومن طرق الوقاية من انتقال العدوى بالجراثيم والميكروبات ومنها هذا الفيروس، ومن أهم طرق حقيقة حماية الشخص من اكتساب العدوى أو نقلها. ونؤكد على أن الطريقة الأساسية التي يجب الالتزام بها الغسل بالماء والصابون.
في حال عدم وجود الماء والصابون أو نذهب إلى أماكن نخشى عدم وجود الماء والصابون فيها ممكن يكون معنا المعقم لاستخدامه وضمان استمرارية أن اليدين تكون نظيفة. من لديهم مشاكل جلدية معينة، حساسية معينة، جفاف في الجلد معين يستلزم عناية خاصة، بإمكانهم دائما عند استخدامه بتوازن الاستفسار من المختصين ليعطوهم النصائح اللازمة بالعناية بالبشرة عند استخدامها وكيفية وآلية استخدام مثل هذا النوع من المعقمات، لكن يجب أن نحافظ على نظافة أيدينا بشكل مستمر. سؤال أن البعض من الناس يشكك في دقة الفحوص في عيادات تطمن أو مراكز تأكد، ما مدى دقة مثل هذه الفحوص؟ طبعا الفحوص التي تتم إخباريا في المملكة العربية السعودية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم تستخدم طريقة البلمرة الجزيئية PCR testing، وهي من أهم الطرق اللي لها علاقة بالفحص الجزيئي الجيني الدقيق للفيروس، هي من أعلى مستويات الفحوص المخبرية لهذه الفيروسات دقة، وكذلك الآليات والطرق التي يتم بها أخذ العينات، نقل العينات، حفظ العينات، إجراء العينات خاضعة لبروتوكولات معينة وأدلة معينة تكفل أعلى مستويات الجودة لكي تكون النتائج في أعلى مستويات الدقة. ونعم هي بمستويات دقة عالية وموثوقية عالية جدا، وبالتالي يتم اتخاذ القرارات الطبية والتشخيص استنادا عليها. هنالك تساؤل، وحقيقة هذا التساؤل يتكرر ومهم جدا أن نشير إليه بطريقة واضحة تصل بإذن الله منها المعلومة للجميع. السؤال يقول بأن النتيجة كانت إيجابية لتحليل الفيروس، ثم بدأت الأعراض، ثم اختفت الأعراض، ثم تم الجلوس مدة من الزمن وأسابيع بعد التعافي، وأجري فحص مخبري وتبين بأن الفحص المخبري إيجابي. هل هذا يعني أن هنالك إصابة من عدمه؟ وهنالك البعض يعاني من أن أصدقائه أو بعض من يجالسهم يرفضون الجلوس معه مجددا ما لم يكن هنالك فحص أو شيء من هذا القبيل، أو يترددون، أو هنالك شيء من التعامل المختلف. أولا نؤكد على أن من تم تشخيصه وتأكيد تعافيه بالطرق الطبية، أي أن الطبيب المعالج بالطرق الطبية قرر له بأنه في حالة تعافي أمضى فترة بدون أعراض واجتازه وتم تقييمه وتم إعطائه صفة التعافي، لو استمر الفيروس لأسابيع بعد ذلك موجود هو في الواقع ليس الفيروس اللي موجود في الاختبار، هذه بقايا غير نشطة غير قابلة للتكاثر وغير معدية وغير مؤذية لا للشخص ولا لمن حوله، تكون تظهر في التحليل كبقايا متبقية في الجسم لكنها ليست معدية وتزول بعد عدة أسابيع نهائيا، فليس منها خطر ما دام التشخيص هو التعافي بعد الإصابة. وكذلك الرجوع إلى المجتمع ومخالطة بقية أفراد المجتمع بالتباعد الاجتماعي أمر عادي جدا، ويمكن للمتعافين العودة لحياتهم الطبيعية بالحذر وبالالتزام زيهم زي بقية أو مثلهم مثل بقية أفراد المجتمع، وبإمكانهم العودة لأصدقائهم وأحبابهم وأفراد أسرهم وبيئة العمل التي يعملون بها بنفس الاشتراطات التي هي على بقية أفراد المجتمع. في المملكة العربية السعودية إجمالي الحالات المؤكدة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم يصل إلى 237,803 حالة مؤكدة، من بين هذه الحالات حالات التعافي 177,560 ولله الحمد، نسأل الله للجميع تمام العافية. حالات الوفيات بلغت 2,283 حالة وفاة، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة، ونجدد لكافة ذويهم التعازي. بالتالي يكون عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الصحية والمتابعات اللازمة لها 57,960، معظمها أوضاع مستقرة ومطمئنة بحمد الله. من بينها الحالات الحرجة هي 2,230 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة المخصصة للتعامل مع أوضاعها الصحية. الفحوصات مستمرة وبحمد الله تتجاوز حاليا 1,377,000 فحص مخبري يتم إجراءه في المختبرات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية استعراض البيانات والإحصاءات وتلقي أسئلة الصحفيين. أحمد العبد الكريم من قناة روتانا خليجية،
في الوقت الحالي لا يتم عمل مسحة ثانية للمصاب في حالة عدم وجود أعراض خلال 14 يوما. كيف يتم التأكد من زوال الفيروس من المصاب دون عمل مسحة ثانية للتأكد إذا علمنا أنه في بعض الحالات امتدت الإصابة بالفيروس لأكثر من 20 يوما؟ أخي أحمد، ما يتعلق بالإصابة بالفيروس، طبعا إذا أصيب الإنسان بالفيروس بعد فترة الحضانة قد تظهر الأعراض قد لا تظهر. إذا ظهرت الأعراض أو تم تأكيد الإصابة بالفيروس بعدها بفترة زمنية بزوال الأعراض وانتهائها بالإمكان من خلال التقييم السريري والكلينيكي أو التقييم بالاستفسار من الأطباء المعنيين الوصول إلى نتيجة التعافي حتى من غير أخذ المسحة، وهذا من البروتوكولات المعتمدة في طريقة التعامل والأدلة المعتمدة في طريقة التعامل مع الفيروس. أخذ المسحة قد يلزم في حالات معينة عند الاستمرار لمدة طويلة وجود أعراض طويلة للتأكد من أنه فعلا التشخيص دقيق من عدمه، ولكن لا يلزم في كل الحالات أخذ المسحة الثانية لتأكيد التعافي أو استمرار الإصابة. وما يتعلق بوجود الأعراض ومدتها وأن المرض قد يأخذ 20 يوم أو أكثر من عدمه، كل ما كانت الحالة حرجة كل ما استلزمت عناية مركزة قد تطول المدة، لأنه بالتالي يكون الفيروس نشط والمرض قوي وبالتالي تدوم مدة المعالجة عنه لفترات أطول. أحمد المحمود من سكاي نيوز عربية. سؤالي سعد دكتور محمد، شهدنا تعامل المملكة العربية السعودية مع جائحة كورونا، ميزانيات ضخمة جدا، تعامل مع مختلف البروتوكولات الطبية وأحدثها. من يستمع إلى تصريحات وزارة الصحة والمسؤولين من المملكة العربية السعودية هي تصريحات مبشرة ومطمئنة، بينما من يستمع إلى تصريحات المنظمات والهيئات الطبية الدولية ربما هناك نوع من التخويف والتحذير. كيف يمكن التعامل مع هذا التباين في التعاطي مع هذه الأخبار؟ أو باختصار شديد، أين نحن من المرحلة القادمة؟ المملكة العربية السعودية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم بالفعل تبذل جهود وخطوات استباقية وخطوات متميزة جدا، كانت محط ثقة وتقدير وأثر بحمد الله إيجابي داخل المملكة العربية السعودية وكذلك في الإقليم وحول العالم، وهذا لا يزال قائم إلى اليوم، وهو محل تأييد وتقدير عالمي ومثال بإذن الله سيكون يحتدى به، وهذا يأتي نتيجة خبرات من عقود من الزمن من التعامل مع الأوبئة وقدرة المملكة العربية السعودية في المجالات الصحية بحمد الله. طبعا الخطاب المتوازن الصادق الشفاف الواضح هو منذ البداية المنهج الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذه الجائحة بكافة أجهزتها الحكومية المعنية بالتعامل مع هذه الجائحة. المعلومة دائما أولا بأول بكل وضوح بكل صدق بكل شفافية لأفراد المجتمع وللعالم هي الأساس الذي يتم التواصل فيه، وكذلك هي تأتي بتوازن، لا يتم الإفراط في المعلومة أو إثارة ذعر أو هلع، بل بالعكس نرد على الشائعات التي تثير ذلك، ولا نقبل كذلك التطمين الذي فيه شيء من التفريط وعدم الأخذ بالاحترازات والبروتوكولات. المنهجيات العالمية قد تكون متفاوتة، لكن في الأخير منهج المملكة العربية السعودية منهج متوازن وصادق ومبني على الأسس العلمية دائما وأبدا وقدر الإمكان بإذن الله. القرشي إذاعة UFM. سؤالي موجه للدكتور محمد عبد العلي. ظهرت بعض الدراسات مؤخرا التي تقول أن الأجسام المضادة لدى الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا تنخفض مع مرور الوقت، مما أثار بعض القلق لدى المجتمع العلمي. ما مدى صحة هذا الكلام وأيضا تعليقكم على هذه الدراسة؟ الدراسات مستمرة فيما يتعلق بمسألة وجود أجسام مضادة أو القدرة المناعية بالأجسام المضادة بعد الإصابة بالفيروس، متى تبدأ، هل تبدأ للجميع، هل تستمر مدة طويلة أو متوسطة أو قصيرة مدى، هل هي فعلا قادرة على منع الإصابة بالفيروس مجددا. كل الدراسات هذه مستمرة ويوجد عدد من الدراسات في هذا المجال. بطبيعة الحال الأجسام المضادة في الجسم بعد الإصابة بأي فيروس أو أي ميكروب تبدأ بالارتفاع تدريجيا ثم تصل إلى مستويات ثم ممكن تنزل بعد ذلك، لكن هذا لا يعني بأن المناعة زالت بالكامل، لأن هناك طرق مناعية أخرى مختلفة للجسم لمقاومة الميكروبات عندما تعود إليه، فهذه جزء منها وليست كل الأجزاء. لذلك البحث لا يزال مستمر والدراسات مستمرة لمعرفة الشكل والنمط والقدرة الكاملة ومداها للمناعة ضد هذا الفيروس، وهي لم تكتمل بعد، ولا يزال العلماء
يدرسون ذلك ويبحثونه، ومتى ما استجدت فيه مستجدات متينة وقوية يمكن مشاركتها بشكل نهائي أكيد بأن هذه المنصة كما تعودتم ستكون من أوائل المنصات التي تأتي لكم بالمعلومة. بإشارة الزملاء نصل إلى نهاية تلقي الأسئلة من الصحفيين، ونواصل معكم ما تبقى من هذا المؤتمر، وأتمنى لكم دائما الصحة والسلامة والعافية، ونلتقي بكم إن شاء الله قريبا على خير، في أمان الله. شكرا لكم دكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. الآن يتحدث إلى المشاهدين أو تتحدث الدكتورة سمير الغامدي استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين والمدير التنفيذي للبرامج أو البرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا، سعيدة في وجودي معكم اليوم في هذا المؤتمر الصحفي ودخول موضوع في غاية الأهمية، نعتقد أنه يمسنا جميعا ويمس المجتمع بأكمله. سنتحدث اليوم عن كورونا مع المجتمع وردات فعل المجتمع من النواحي النفسية، قنوات التواصل التي يمكنكم الرجوع إليها، وستتحدث عن المرضى النفسيين مع جائحة كورونا واستعدادهم أو الطرق التي ممكن مساعدتهم بإذن الله. نبدأ في كورونا مع المجتمع. كما أن العودة للحياة بحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية أمر في غاية الأهمية ومسؤولية كل فرد منا، كذلك الأخذ أو الرجوع أو العودة للحياة بطمأنينة ونفسية عالية أمر بالنسبة لنا أمر مهم جدا ولا يقل أهمية عن رجوعنا بحذر. التأقلم مع الحياة أو الرجوع إلى الحياة كما في السابق، التكيف مع الأزمة وما حدث أثناء الأزمة، كثير من التساؤلات التي نطرحها على أنفسنا ويطرحها علينا من حولنا وتصلنا عن الشعور بالقلق النفسي والمخاوف الذي ينتاب البعض منا، وقد انتابتنا جميعا هذه المشاعر، ما مآلها وكيف نتعامل معها. أيضا المصابين بفيروس كورونا هل هم على أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية، وكثيرا من الأسئلة التي سوف نحاول مناقشتها بقدر المستطاع. بالنسبة لحقيقة من الحقائق التي لابد لنا جميعا أن نتأكد منها ونكون حريصين على معرفتها، وهي أنه من الطبيعي لنا جميعا أن نكون أو نتعرض للمخاوف، القلق النفسي، الضغوطات النفسية التي قد نصاب بها، التوتر، بعض الاضطرابات النوم، بعض اضطرابات الأكل، أمور أو أعراض كثيرة جميعنا قد يتعرض لها، ولكنها في أمر في غاية دعونا نقول أنها من الأمور الطبيعية التي لا يبد أن نتقبلها. مقاومتنا أو تكيفنا أو مرونتنا النفسية تختلف من شخص إلى آخر. بعض الأشخاص لديهم قدرة على التكيف والمرونة عالية جدا في المجتمع، فسريعين في التكيف مع المشكلة. البعض الآخر يحتاجون إلى وقت أطول، والبعض منا يحتاج إلى أكثر من وقت للتكيف، بل يحتاج إلى دعم نفسي من متخصصين سواء باستشارات هاتفية أو بدخولهم إلى العيادات النفسية واللجوء إلى الطاقم المتخصص في هذا المجال. المرونة النفسية من الأمور التي قد كما ذكرنا تكون مع بعضنا أكثر من البعض الآخر، ولكن الأمر الجيد أنها من المهارات المكتسبة التي يمكن للمجتمع اكتسابها والعمل على تحقيقها مع أنفسهم، لأنها من الأمور الهامة جدا للبلوغ إلى الصحة النفسية المستقرة والعودة بطمأنينة كما نتمنى للجميع ذلك. بعض النقاط التي يمكن أن تساعدنا على اكتساب هذه المرونة النفسية قد تكون منها الوعي، الاستبصار بما نمر به، الوعي بالأعراض النفسية المختلفة، التثقيف النفسي. هذه من الأمور التي ننصح الجميع بالعمل عليها
وهناك الكثير من ورش العمل والمحاضرات التي تقدم بشكل رائع من مختصين رائعين، كل الشكر والتقدير لهم على ما يقدمونه في هذا المجال. أيضا من الأمور التي ننصح بها ونجد أن هناك قلة في المجتمع من يستطيع أو لديه هذه المهارة، وهي التعبير عن المشاعر. لم نعتاد على أن نعبر أو نشارك الآخرين بمشاعرنا، وهذه من الأمور التي كثير ننصح في التدرب على مشاركة الآخرين بمشاعرنا. لدينا الكثير من المشاعر في هذه الفترة، مشاعر خوف، مشاعر توتر، مشاعر أو أفكار سلبية تؤثر على حياتنا بأشكال مختلفة. نحتاج إلى أن نساعدهم ونحث الجميع على التعبير على مشاعرهم بالشكل الصحيح للأشخاص الذين يثقون بهم أو بالمختصين إن احتاجوا ذلك. من الأمور الأخرى ونخص بالذكر من أصيب في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا واحتاج إلى العزل في هذه الفترة، أن يتواصل مع الآخرين وأن يبتعد عن الانعزال الكلي. نطلب منه الحجر أو العزل المنزلي، ولكن يجب أن يكون في تواصل مع الأحبة والأصدقاء بشكل دائم. من الأمور أيضا التي ننصح بها أن يبتعدوا عن الأخبار أو الشائعات التي ممكن أن تزيد من قلقهم ومخاوفهم بدل من أن تؤدي إلى طمأنتهم، أو استقاء المعلومات الهامة من مصادرها أو قنواتها الموثقة وليست من أي مصادر أخرى. هذه من الأمور التي ننصح بها للجميع. قد يكون كما ذكرنا المصابين بفيروس كورونا في هذه الفترة يعانون أكثر من غيرهم أو أنهم أكثر عرضة، ولكن يعتمد أيضا على قدرتهم على التكيف ومرونتهم النفسية واستعدادهم على العمل على أنفسهم لتجنب الاضطرابات النفسية، عافانا الله وعافاهم، وإن شاء الله أن يعودوا للحياة من جديد بصحة وعافية واطمئنان نفسي بإذن الله. هناك الكثير من القنوات، سأذكر منها بعض القنوات التي أنصح المستمعين بمتابعتها حين الحاجة إلى الاستشارات النفسية، ومنها مركز اتصال الاستشارات النفسية التابع للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الرقم مذكور أمامكم 920-333-60. والعمل يقوم بتقديم الاستشارات النفسية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 5:00 مساء. نشكرهم على هذا الدور العظيم الذي يقدمونه، وكذلك لديهم تطبيق قريبون، تطبيق يمكن للجميع أن ينزله ويتابع الاستشارات النصية والصوتية التي تقدم من خلال هذا التطبيق. أيضا من التطبيقات التي أعتقد أنها رائعة جدا وتخص المصابين بفيروس كورونا وهو تطبيق تطمن. هناك آيكون أضيفت بضيف تسمى بضيف تطمن. لديهم الكثير من المحاضرات الجميلة الرائعة، ولكن مخصص محاضرتين على الأقل في الأسبوع يوم الاثنين والخميس تخص الاضطرابات النفسية والدعم النفسي وكيفية اهتمامهم بأنفسهم. هذه من التطبيقات التي أوصي الجميع بمتابعتها ومتابعة المحاضرات المقدمة من خلالهم. أحب أن أتكلم اليوم عن الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وسأخص إخوتي وأخواتي المصابين بالاضطرابات النفسية، سواء كانوا مصابين بها أو لديهم تاريخ مرضي سابق، أو الأخوة الذين مستمرين في التشخيص أو لديهم أعراض اضطرابات نفسية. من أكثر النصائح التي أنصحهم بها أن يستمروا على أدويتهم
رجاء لا تتركوا ولا تهملوا أنفسكم، هذه الفترة جدا حرجة تحتاج إلى أن تتابعوا الخطة العلاجية كما حددها لكم طاقمكم الطبي، والرجوع والاستمرار في المتابعة مع الطاقم الطبي من أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين. ننصح بإعطائهم الدعم النفسي من ذويهم والمحيطين بهم، والتأكد من أنهم لم يهملوا هذا الجانب. كثير من الاضطرابات التي يتساءل الجميع عنها، منها اضطرابات القلق، اضطرابات المزاج، أيضا اضطرابات الوسواس القهري، وكذلك المصابين باضطرابات الفصام، جميعهم وجميع الاضطرابات الأخرى التي لم أذكرها، أتمنى أن يواصلوا في تناول الأدوية المكتوبة إليهم وعدم إهمالها مهما كانت الأسباب، والرجوع في حال أحبوا إيقافها أو تغييرها إلى الفريق المعالج، هذا ليضمنوا سلامتهم النفسية. فالفترة هذه تكون بالنسبة لهم حرجة، وهم أكثر عرضة لأن يتعرضوا لانتكاسات أو أن تزداد الأعراض لديهم لا سمح الله. أتمنى لهم كل الشفاء العاجل، وأتمنى أيضا أننا رجوعنا وعودتنا للحياة تكون بالشكل الطبيعي الذي يضمن الاطمئنان النفسي، كما يضمن الحذر وأخذ الوقاية الاحترازية كما تعودنا عليها، وأعتقد أننا تعودنا جميعا على تعاطيها أو ممارستها في الشهور السابقة، ولكنها مسؤولية تقع على عاتقنا، بالإضافة إلى تمنياتنا لكم بالرجوع بنفسية مطمئنة بإذن الله. هناك استفسارات شائعة خلال 24 ساعة الماضية، نذكر منها أحد المغردين سأل عن طريقة التعامل مع مريض الوسواس القهري في ظل جائحة كورونا. أشدد أن من الاضطرابات التي قد تكون هناك انتكاسات لا سمح الله لدى البعض منهم هي الوسواس القهري، وقد يكون طريقة الاحترازات الوقائية من غسل اليدين والابتعاد عن الآخرين والاهتمام بالنظافة الشخصية قد تكون من الأسباب التي قد تؤدي إلى انتكاسات في هذا الاضطراب. ننصح الأشخاص المصابين بالوسواس القهري كما قلنا على جميع الاضطرابات الأخرى بأن يأخذوا الحيطة، يتابعوا علاجاتهم كما وصفت لهم، ولا يقللوا منها إلا باستشارة من طبيب، حتى إذا حصل استقرار في الحالة النفسية فهذا ليس الوقت المناسب للتقليل أو التغيير في الأدوية إلا باستشارة طبيب مختص، فأرجو منهم المتابعة في هذا الأمر. الأمر الآخر، قد يحتاجوا إلى جلسات نفسية تساعدهم وتدعمهم على تجاوز هذه الفترة، سنتجاوزها جميعا بإذن الله، كل يقين بإذن الله أننا سيكون لدينا من المرونة النفسية التي تساعدنا على تجاوز هذه الفترة، ولكن يجب أن نأخذ بالأسباب ويجب أن نعمل على الوصول إلى هذه الاستقرار النفسي الذي أتمناه للجميع. أعتقد أن هناك أسئلة للصحفيين، فنأخذ السؤال الأول إذا سمحت. ناصر السلمي من صحيفة الوئام الإلكترونية، سؤالي موجه للدكتورة سميرة الغامدي، أي الفئات العمرية الأكثر عرضة وتأثرا بالجوانب النفسية التي قد تؤثر على الصحة النفسية في حالة الإصابة بفيروس كورونا، وكيف يمكن مساعدتهم للحفاظ على صحتهم النفسية بعد إصابتهم بالفيروس؟ وشكرا. شكرا لك أستاذ ناصر، سؤال رائع. الفئات العمرية التي تكون أكثر عرضة بالنسبة لنا هم الفئات الأصغر، وهم الأطفال والمراهقين والفئات كبار السن. طبعا الأسباب مختلفة، ولكن يجمعهم شيء واحد، وهو أنهم أكثر عرضة للتعرض لفيروس كورونا، فمما يجعلهم أكثر خوفا من الإصابة به أو نقله إلى الآخرين.
الآخرين. بالنسبة للأطفال والمراهقين كيف نتعامل معهم في هذه الجائحة؟ أعتقد أنه من الضروري الاستماع إليهم، شرح الأمر بما يتناسب مع أعمارهم، فالأطفال غير المراهقين في قدرتهم على تلقي المعلومات العلمية أو ما يخص فيروس كورونا، الإجابة على أسئلتهم، لأن البعض يخفي هذه الأسئلة أو الإجابة عليها حتى لا يخيفهم أو يفزعهم، والعكس صحيح، قد تثير قلقهم بشكل أكبر. هذا بالنسبة للأطفال. كذلك المراهقين، الحد من مصادر استقاء المعلومات التي يأخذون منها معلومات عن كورونا، لأنها ممكن تثير قلقهم بشكل أكبر. الروتين، عمل الروتين لهم بقدر المستطاع، والأنشطة، عدم البعد عنهم وفصلهم عن والديهم، وإن اضطررنا في حالات إصابة أحد الوالدين بفيروس كورونا أو كلاهما، الأفضل عند العزل أن يكون هناك تواصل مباشر مع هؤلاء الأطفال بالقنوات المختلفة، بالتليفون، شاشات تلفزيونية للتواصل معهم، بحيث أن الطفل لا يحس أنه هناك قلق أو مخاوف بأنه سينفصل عن ذويه. شرح ما يتم بدقة معهم وإفهامهم الأمر والمآل وطمأنتهم بقدر المستطاع. هذا بالنسبة للأطفال. بالنسبة لكبار السن أيضا، القنوات التواصل يجب أن تكون مستمرة معهم. قد يخشى بعض الأبناء زيارة أهاليهم ذويهم خوفا من نقل العدوى لديهم، ولكن إن لم يستطيعوا زيارتهم بشكل أمامهم، على الأقل لدينا أنهم يكون هناك في تواصل بالتليفون، شاشات تلفزيونية الآن أصبح التواصل أسرع. إن اضطروا إلى الذهاب إليهم، أتمنى أن يكون الاحترازات الوقائية موجودة دائما، حتى لو كبار السن لم يكونوا مقتنعين بها، لأنه قد يكون هناك بعض المقاومة من كبار السن، لكن ننصح أن نهتم في هذه الجوانب، تذكيرهم، توعيتهم، الانتباه إلى الأعراض النفسية التي قد يمروا بها، وعند الحاجة إلى استشارة مختصين في هذا المجال أن لا تتأخروا في ذلك، فهذه من الأمور الهامة جدا. هذا بما يخص سؤالنا الأول. السؤال الثاني، إذا في سؤال. نهاري عبد الله، صحيفة الوئام الإلكترونية. كيف تنصح الدكتورة سميرة الغامدي أولياء الأمور لتهيئة الأطفال والمراهقين لتقبل إصابتهم بفيروس كورونا؟ وهل الجانب النفسي دور مهم في سرعة التشافي بعد الله؟ صحيح. شكرا لك أستاذ نهاري. سؤال أيضا جيد. ننصح الأهالي في تثقيف الأطفال، توعيتهم كما ذكرنا على حسب أعمارهم كما ذكرنا في السابق. التوعية والاستبصار يسهل أو يقلل من حالة القلق والتساؤلات لدينا، وكلما حصلنا على إجابات أكثر حسب استعدادنا لتلقي هذه الأجوبة، كلما كان القلق مسيطر عليه بشكل أفضل. ومن الطبيعي إذا أصيب الطفل بفيروس كورونا أن يشرح له عن الفيروس بشكل مبسط، عن طريق قصص، عن طريق حكايات، أو بشكل مبسط أثناء اللعب، بشكل محبب للطفل حتى يحس أن الأمر في غاية السهولة. يعتمد قلق الأطفال على قلق الكبار. كلما استطعنا أن نخفض أو نعمل تحكم في قلق الكبار وبالذات الآباء والأمهات، كلما
استجاب الطفل إلى الحقائق بشكل أكبر. المقاومة والمرونة النفسية عند الأطفال أكثر بكثير من الكبار. الإشكالية تقع عندما يصاب الكبار بالقلق وينقلوه إلى أطفالنا، فلذلك نحتاج إلى العودة لأنفسنا الأول، التأكد أننا لسنا مصابين بقلق ولا لدينا أي مخاوف، وبالتالي نستطيع أن نقدم هذه الرعاية لأطفالنا بشكل الجيد. سؤالك له جانب آخر، إذا كان هناك أهمية للصحة النفسية في التشافي، ليس فقط لفيروس كورونا وإنما لجميع الأمراض، الصحة النفسية في غاية الأهمية لجميع الأمراض الأخرى. كلما كان الإنسان عنده قدرات أو نفسية أقوى وقلت الأعراض النفسية التي قد تؤثر على الأعراض العضوية، يعني نتفائل أكثر في أن الشفاء بإذن الله حيكون بشكل أفضل حتى للأمراض العضوية. فهذه أمر كما ذكرنا في غاية الأهمية. هذا بما يخص السؤال الثاني. أتمنى أن أكون أجبت على تساؤلاتك أستاذ نهاري. السلام عليكم، أفنان الخضر مقدمة برامج من إذاعة UFM. نحن مقبلون على بداية العام الدراسي الجديد، وسواء عادة المدارس إلى الدراسة الفعلية داخلها أو حتى استمرار الدراسة عن بعد، ما مدى أهمية تهيئة أبنائنا الطلاب والطالبات في كلتا الحالتين؟ وبارك الله في جهودكم. شكرا لك أستاذ أفنان، سؤال في غاية الأهمية، وأعتقد أن هذا الوقت المناسب لطرح هذا السؤال، لأنها ستكون قضية جدا شائكة إن لم نستعد من الآن لتهيئة أطفالنا للرجوع إلى المدارس. طبعا نحن نعلم أن هناك فئة من الأطفال لديها مخاوف من الرجوع للمدارس بشكل الطبيعي وبعيدا عن فيروس كورونا، وسنويا بشهور قبل العام الدراسي نبدأ في تأهيلهم للرجوع للمدارس. نخص بالذكر الأطفال الذين يعانون من القلق الانفصال والخوف من المدارس، لكن مع وجود كورونا نعتقد أن المشكلة ستكون أكبر بكثير، فكثير من الأطفال تعودوا وكان جزء من الروتين لديهم بعدهم عن المدرسة، كذلك خوفهم من كورونا، انتشار كورونا، إصابة أصدقائهم من يحبون بفيروس كورونا، أمور كثيرة تغيرت في الأطفال في هذه الفترة، فترة العزل المنزلي أو الحجر الصحي. فلذلك يجب أن نضع آليات الآن بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة التعليم، بحيث يكون هناك برنامج لتأهيل هؤلاء الأطفال وإعادتهم مرة أخرى. ننصح الأهالي، لأنه أحيانا كما ذكرت القلق ليس منبثق من الأطفال بل من الأهالي، الأهالي هم الذين ينتابهم القلق من رجوع أبنائهم للمدارس واحتمالية حصول العدوى، لذلك ننصح الأهالي في هذه الفترة بالتعاون معنا حتى نرجع الأطفال. مع وجود أب وأم قلقين يصعب علي تأهيل الطفل إلى الرجوع للمدارس أو حتى تجاوز القلق بأي شكل من أشكال، فلذلك نحتاج إلى وضع برامج مكثفة من الآن وصاعدا حتى نعد الأطفال للرجوع للمدارس بالشكل الصحي وبدون وجود أي مخاوف. كما ذكرت من البداية أن هدفنا الرجوع والعودة بحذر واتخاذ جميع الحيطة والاستمرار في تحمل المسؤولية، سواء نحن الكبار أم الأطفال وجميع شرائح المجتمع. في نفس الوقت نتمنى أن نعود بصحة وطمأنينة نفسية عالية. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة سميرة الغامدي، استشاري الطب النفسي والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك. شكرا للمشاهدين، وأمنياتنا للعالم والوطن بصحة وسلامة ونفسية جيدة. كنا مشاهدين الكرام فيما خلا من الوقت في نقل حي ومباشر لوقائع مؤتمر وزارة الصحة. نشرتنا انتهت.